يقول أحدهم: أحب الليل للقاء ربي وأكره النهار لملاقاة الناس. اشترى أبو عبد الله النباجي جارية سوداء للخدمة فقال لها: قد اشتريتك. فضحكت فحسبها مجنونة فقال: أمجنونة أنت؟ فقالت: سبحان من يعلم خفيات القلوب، ما بمجنونة أنا. ثم قالت: هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. فقالت: اقرأ علي. فقرأ عليها: بسم الله الرحمن الرحيم. فشهقت شهقة وقالت: يا الله، هذه لذة الخبر، فكيف لذة النظر؟ فلما جن الليل وضئ فراشا للنوم، فقالت له: أما تستحي من مولاك أنه لا ينام وأنت تنام؟ ثم أنشدت: عجبا للمحب كيف ينام جوف الليل وقلبه مستهام. إن قلبي وقلب من كان مثلي طائران إلى مليك الأنام. فأرض مولاك إن أردت نجاة وتجافى عن اتباع الحرام. قال النباجي: فقامت ليلتها تصلي، فقمت من نومي أبحث عنها، فإذا هي تناجي ربها ساجدة وتقول: بحبك إياي لا تعذبني. فلما انتهت قلت لها: كيف عرفت أنه يحبك؟ فلما انتهت قلت لها: كيف عرفت أنه يحبك؟ قالت: أما أقامني بين يديه وأنا أمك، ولولا سابق محبته لي لم أحبه. أما قال: يحبهم ويحبونه؟ يا ابن آدم، أهجر فراشك فإن الفراش غدا أمامك. يا حبيب القلوب، أنت حبيبي، أنت أنيسي وأنت مني قريب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحبك ليلا واستنارت فيما تلاها غروب. إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تقيب. فإذا ما الظلام أسبل سترا فإلى ربها تحن القلوب. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.